متألق خالد القيش، مرحب فيك. اهلا وسهلا فيك، انت المتألق دائما اللي دائما موجود بكل مكان. ما شاء الله. اليوم نحن عند صديقنا هيثم بافتتاح البوتيك، بوتيك النظارات الرائع. دائما انت صديقك ودائما صديقي الانتيم كثير يعني. فيعني صديقي وبعرف مدى تطوره بهي المهنه، شوي شوي يعني عمل اول محل وعمل شركه يعني كثير مهمه بعد ما كان فتل على السوق، بعرف بالضبط قصه حياته، فبعرف كيف تطور. هلا هذا الفرع الثاني انا بعرف شو بالنسبه له، هو بيكون هو بالنسبه له شغله كثير مهمه، لانه فعلا فعلا نقله لمرحله ثانيه. هو بيحب النجوم والفنانين واصدقائه هيك، ودائما يعني عنده مثلا هيك دائما النجوم عندهم مثلا هذه العوينات بيحبوا يلبسوها مثلا، بيعملها احيانا بطريقه يعني. مثلا انا كان عندي تصوير فقال لي تعال عندي، رحت كذا عم شفت نظارات طبيه انا عشان دور يعني، فاعطاني كذا ديزاين تقول يعني، وشرحت له الشخصيه قلت له يعني ودي اعمل كذا، فهم علي وفهم بالضبط شو بده يساوي. فهو حقيقه فنان يعني بمهنته، كل حدا بيعرفها منيح اكيد بده يكون فنان شو ما كانت المهنه يعني. شو الماركات اللي بتحبها او العوينات اللي انت بتشدك اكثر شيء بتحسها تلبق لك؟ عمل لهم دعايه. والله العظيم اقول لك شغله، ما فيني اقول لك نوع، لانه حسب الوش كيف بيلبق. احيانا بتزبط معي يعني نظاره ظابطه بتزبط يعني بيمشي على بتدقق على قصه البراند، او انا بحياتي كلها بدقق على البراند، انا بدقق على اللي بيناسبني وبيريحني بغض النظر شو ما كان البراند. انا حتى يعني باللبس بكل شيء، اللي برتاح فيه بلبسه، اللي ما برتاح فيه ما بلبسه بغض النظر شو كان البراند تبعه، ما عندي هاي القصة يعني. طيب شو عملنا في شيء عنا جديد حاليا؟ ما في شيء جديد هلا. هلا نقاها مع العيلة، نقاها والأولاد. ايه والله إجازة يعني، إجازة طويلة. ما شاء الله ابنك فينا نطلعه معنا. فارس أول مرة بيطلع بالإعلام. فارس عامل مسلسل فارس، بس كان صغير بمربى العز، كان بده يشتغل بمربى العز ما مشي حاله، بس هو كان شاغل بحارة الإبة دور رضوان ابن أبو العز، بس كبر صار شاب. ما شاء الله. قد عمرك فارس؟ 12. بتحب التمثيل أنت يعني، أنت مثل بيك ولا عندك شغف تاني أو هوايات تاني؟ هلا بحب التمثيل وأكيد عندي هوايات تاني. ما شاء الله عنه يعني، يعني شخصية وحلاوة يعني. لا أبوه لما بيطلع يعني. أكيد. بس يعني ممكن انه عنده يعني، انت كيف بتشوفه بالتمثيل يعني؟ هو اشتغل يعني، اشتغل دور حلو كتير يعني، وعمل يعني هيك عمل صدى عند الناس كتير، فانا بمشي انا احيانا بيعرفوه العالم بتصوروا معه اكثر من بتصوروا معي. ايه ممكن تدخلوا معهد؟ هلا هو هذا خياره يعني بالمستقبل، المهم هلا الدراسه، وبعدين بعد ما يتخرج من المدرسه هو حر، هو حياته بيستقبل. انت شو خيارك فارس؟ ممكن يعني تدخل مع هلا التمثيل؟ اوكي بحبه، بس اهم شيء اول شيء دراسه، بعدين تمثيل بعد الدراسه يعني، اكيد حيكون التمثيل شيء مهم. شو حابب تطلع يعني انت بس تكبر؟ هذا السؤال اللي عاده بيسالوه، بس انت ما شاء الله عنك مبين عندك حضور وطله وشخصيه يعني كاريزما، يعني ما شاء الله عنك بتلبق لك كثير التمثيل. وشو حابب تطلع انت براسك يعني، حابب انا بس اكبر اعمل كذا؟ لو أكبر أوكي أكيد، إذا قدرت تمثل بمثل، بس أنا كدراسة بحب أكون مهندس. مهندس ما شاء الله. مهندس شو؟ تكنولوجيا. كتير هو هذا، هذا المستقبل. إيه هذا المستقبل قدام، كله تكنولوجيا عم بيصير، فبيفكروا بهي القصص كتير. تيك توك يعني متفائل على تيك توك؟ مو من هذا النوع هو أبدا. والله ما بيحب. والله ما بيحب. لا لا ابدا لا ابدا لا لا، دراسه وعلم وتكنولوجيا طبعا. كل التوفيق يا رب حبيبي يا فارس. شكرا يا حبيبي، شكرا يا حبيبي، شرفت.